المؤتمر جه في وقته؟ لا متأخرين شوية، ولكن المؤتمر في غاية الأهمية. ليه؟ لأن أنا شايف إن إحنا دلوقتي في احتياج لكنا لدراسة الأمر من بداية السنة، لأن طبعا أكيد الدولة عندها رؤية سياسية، وكان لازم يكون في رؤية اقتصادية مع التحديات العالمية اللي إحنا شايفينها. من بداية العام مدخلنا مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كان لازم يكون في توجه مع الارتفاع المهول في مستويات الأسعار في أسواق الطاقة، وطبعا سلاسل الإمداد اللي هي جاية من نتيجة جائحة كورونا. اللي أنا بشوفه إن إحنا النهاردة زي ما بيقولوا كده فرصة برضو جيدة إن يكون الملتقى الاقتصادي اللي هيقوم بيه أو تقوم بيه الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس ده في غاية الأهمية، زي ما بيقولوا للمكاشفة التحديات ما بين الحكومة والقطاع الخاص. ليه؟ زي ما بيقول العنوان بتاع يعني إن شاء الله المؤتمر، التنافسية. إحنا هننافس قد إيه؟ احنا قدرتنا اللي احنا واقفين عليها على الارض دلوقتي قد ايه؟ ممكن نسارع خطواتنا في بعض من المشروعات القوميه. ليه؟ لان احنا بقى عندنا متوفر من المقومات العده. واحد، عندنا متوفر من الغاز، وعندنا دلوقتي اكتفاء ذاتي، ده نمره واحد. نمره اتنين، بقى عندنا اكتفاء ذاتي جزئي في كثير من البنيه التحتيه، زي المشروعات اللي متقام في المشروعات اللي بتسمى بيئة الأحضان، أو زي ما بيسمى برضو الرخصة الذهبية. فاحنا بنسعى جاهدا نحسن من قدرتنا التنافسية مقارنة بالأسواق اللي زينا أو شبيهة بينا. أتفق مع الدكتور عمرو في كل ما قاله. خلونا نقول دايما مراجعتنا دايما لأنفسنا في الأوضاع الاقتصادية دي من أهم الأمور. ليه؟ لأن أنت دايما تحاول تعرف قدرتك واقف قد ايه على الارض صلبه بالبنيه التحتيه اللي احنا شغالين فيها، ولكن لازم تنافس، لازم تواجه العالم انت رايح فين خلال السنوات القادمه. خاصه ما تنساش حضرتك ان احنا متفقين مع الامم المتحده في رؤيه 2030، ووضعنا ميثاق لرؤيه 2030. فاحنا حياتنا نشوف احنا بننجز قد ايه كل سنه، حجم الانجاز ده. صحيح احنا بنزيد في معدلات النمو زي ما الدكتور عمرو قال، ولكن التنميه كمان يا خالد بيه محتاجين دايما نراجعها. ليه؟ لان انت النهارده التنميه المستدامه اللي احنا بنشوفها دايما بتحتاج تكلفه ماليه ضخمه جدا. حضرتك بتشوف السيد الرئيس هو اللي بيواجه دايما حركه التسويق للمشروعات القوميه، بيناشد دايما قطاع الاعمال او القطاع الخاص او المؤسسات الخارجيه في المشاركه معانا في الاستثمار، زي ما كان بالامس مثلا في مصنع الرمال السوداء. تخيل حضرتك ما اكتشفهاش بقى 90 سنه مثلا كاستثماريا، انا عارف انهم اكتشفوها لا كاستثمار. تخيل حضرتك لما بيقول لك ان احنا عندنا ممكن نوفر ملايين فرص العمل من فكره صغيره. من فكره صغيره. طيب احنا هنروح فين؟ حقتنا ان احنا نقول قدرتنا يلا خلينا نزود. طب نقول كمان ايه؟ نقول ان في مشروعات عده فيها فرص موجودة النهاردة وتمت إنجازها، زي البتروكيماويات، زي الغاز النهاردة. في عندنا فرصة في أوروبا النهاردة، في مصانع خالد بيه بتخرج من أوروبا بتدور على ملاذ آمن للإنتاج. هل إحنا بنسوق في أوروبا؟ هل إحنا بعتنا الملحقين بتوعنا نقول لهم تعالوا إحنا عندنا مشكلة تسويق بشكل عام؟ مش كده؟ صحيح دكتور عمرو.